يا ست أم مريم، هي 26 سنة مش مكملة تعليمها، بتقرأ القرآن على قد علمها، بتتهجى بعض الحروف بتتنيها وراء الحرف لغاية لما تنطقه. طبعا الأصل هو قراءة القرآن الكريم من غير لحن، يعني من غير خطأ، على الأقل التشكيل، واللي هي إنه كل حرف عليه مشكول بصورة معينة، فتحة ضمة كسرة في شدة في سكون، على الأقل إقامة مباني الحروف بالنطق اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بها قدر الطاقة. وأنا بجتهد في التعلم ولو من خلال المصاحف الإلكترونية سماعا، اللي بتدخلي كده وبتجيبيها أو بتبقى جاهزة أجهزة بسيطة بتكرر القرآن الكريم على الأسماع. وبرضو كتر السماع ده بيربي عند الإنسان حاسة باللغة أكثر، والأجر حاصل إن شاء الله تعالى. في حتة أنت حسيتي وأنت أثناء تلاوة القرآن الكريم بتلعثم، ثقل في النطق، مش قادرة تجيبي الحرف، ممكن تقومي جايباها من على النت، تسمعي الجزء ده مثلا، اسمعه مكرر فتجيبيه تسمعيه أكتر من مرة، وإن شاء الله وتدعي ربنا كده يرزقك بمعلم أو معلمة تقرأين على يديه أو على يديها، لأن ده طبعا هو الأصل في تعلم القرآن الكريم. من هنا لغاية ما أجد من يعلمني القرآن أجتهد بكل الوسائل المتاحة، والأجر حاصل إن شاء الله تعالى. مسألة إنك ما بتركزيش في الصلاة، أولا ما أجي أصلي بلاش أصلي جنب دوشة، وأنا رايحة أصلي بعد الوضوء كده أبتدي أقرأ المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قريتي مرة، قريتي ثلاثة، قريتي خمسة، اللي تقدري تقري على الأقل الثلاثة أو على الأقل مرة، وأستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه وأكتر كده من الذكر قبل ما أدخل إلى الصلاة. برضو من الأشياء المعينة أنه الإنسان ما يسرحش في الصلاة تغيير الآيات والصور اللي أنا أقرأها، حتى لو فتحت المصحف أمامي أثناء الصلاة. ونقلنا لحضراتكم أنه يجوز للإنسان أن يقرأ من المصحف في الفريضة وفي النافلة، فأقدر أحط المصحف قدامي وأعلم لنفسي كل يوم أخذ آية أو آيتين أسمعهم، أو إن أنا بعرف أقراهم، بس أغير الصور التي أقرأها، لأن ده بينشط عملية التفكير، لأنه موضوعات جديدة القرآن بيتكلم عنها. لكن موضوع ثابت على طول، الصلاة سليمة وصحيحة، لكن ده من المعينات أيضا لتحريك العقل والانشغال بما يقرأ الإنسان. فكل دي من المعينات لاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. كثرة الذكر خارج الصلاة وبالذات قبيل الصلاة، تغيير قراءة الآيات التي أقرأها أو الصور التي أقرأها داخل الصلاة، والدعاء بعد كل صلاة إنه الإنسان يوفق إلى أن يكون من المقيمين الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالإنسان يدعو لنفسه ويدعو لذريته ويسأل الله سبحانه وتعالى إنه يمنحه الخشوع بين يديه، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعيننا. ودي على فكرة مسألة دائمة، لأن أكتر شيء بيوجع إبليس إقامة الصلاة والسجود فيها، هو لم يسجد وأبى، وبالتالي يحقد على بني آدم، فبالتالي إحنا على طول في كفاح مع عدو أنبأنا القرآن بشأنه. يعني فلما القرآن حتى كلمنا إنه واصطبر عليه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يبقى المسألة محتاجة إيه؟ محتاجة من الإنسان نوع من الصبر، ليس الصبر اللي هو في جانب إن أنا أدرب نفسي وعلى طول أوجه نفسي للخشوع والتركيز واستعمال الوسائل المعينة التي تعينني على التدبر في الصلاة، مش أنا بقول حاجة وحرام وقراءة بدون وعي بدون خشوع بدون تركيز. كل ده محتاج تأهب واستعداد ودعاء، لأنه الإنسان ليس لديه قدرة على شيء من ذاته إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى. وعلى قدر درجات العبد، على قدر بقى إيه؟ على قدر الاستعداد يكون أو يأتيك الإمداد من الله تعالى.